حقريكم هما عشمالي ديامات دا راسك يضرني ومرخيك ودي قوليتش كدير لي سحور واش ما سحور عندي لا نعس الشيطان راه تفوسي خادي فوس اختك السحور هذا السحور هذا نمشي على الدار وما مزياناش ولينا عايشين معادلة مالية حلو لا حساب كلهم في الحب بدالة ما بقى عايش غير العذاب وعلاش اللي تبقيه كي تبدل وينقص الكلام واللي باعك شريه وخليه هو اللي يتلم مع الارهاب ولا شنو كيفاش الدم قتلو وما فهمتش مصيبه كحلياتي مصيبه كحل ما زادو قال لك ما قدو في زادو في ليالي ما حيتي الخدمه ما حيتي التماره واش ولدي بغات تسطيني اه ما قبيح مالك بساله ديال والو هادي والله الا بساله واش انا فين نجي نلقاكش التليفون واش ما عندك حفاظه ما عندك والو مالك انا فما كندخل عندي للدار بحال كاين شي 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 ارهابي عندي في الدار انا طيبه كحله دابا ما بقيت فاهم والو في والله ما بقيت فاهم فيك والو ولدي اش هادشي بابا ها شنو عاوتاني شنو بغيت واحد الطليبه ما تخسرهاش ليا الحظ ها شنو الطليبه عاوتاني بغيت سبديله بغيت كبول بغيت طابليه بغيت شكاره بغيت قميجه بغيت قول لي بغيت نسولك واحد السؤال ما بغيتيش لي يخلي ضربوك بغيتيش لي 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 خمج لك وجهك ما بغيتيش لي يشبع والدك عصاره شبعتي خبز ولا شي كاع التليفون ما تحطو شاد العياقه ديال والو انت وديك ما فهمتش انا وليتي مقيم عليك اكثر من المراه ما حتى تغوت عليا كل والدين تيشريو لولادهم وانت ما بقيتي تشري لي والو كنت تشري ليا وبقيتي وكنتي دابا تبدلتي ما بقيتي تشري لي والو كنت تشري لي اي حاجه نقولها لك دابا ما بقيتي تشري لي والو هاي 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 على البروش كبرتي شكون يعلمك هاد الهضره شكون ها شكون يعلمك هاد الهضره تبدلتي وكبرتي وليتي تدوي مع باك بهاد الهضره بالطريقه بهاد لافاسو ها تقعد تقعد بحال هادشي البروش اللي قالها لي هاي 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 السيد حافظ صوري بحال شي واحد تيقري ها هاد التليفون واش خرجوا عليكم ولا شي حاضرين الفيسبوك حاضر يخرج عليك التليفون غير رسمو اليوم انا وليت كندخل بحال شي اليهودي دار شي بحال شي ارهابي عندي في الدار قتلوه الدم قتلوه وما تندويش تنقول دابا يدير عقل ودابا يكبر دابا كدا ولكن وليتي تقابح معايا هادشي راه ما كيبغي ربي لا عبدو شاد الصاره ديال والو زوينه هادي والله الا زوينه هادي انا مابقيت فاهم والو في الدار هادي مابقيت فاهم والو او السيد باقا عنده غير 13 عام 14 عام وكيقول تيدوي بهاد الطريقة هذا راه خطر على المجتمع بحال هاد كوتشر نعم انت مالك تغوت مع الدري ها ويلا الدري ملي جاي تتغوت عليه وفينك يا هاد المرا فينك واش انا مبرحلك واش انا مبقى مبرح حياتي كاملة ها ويلا انت مالك مع الدري راه هو اللي مالو معايا هو مالو معايا واش عباد الله واش عباد الله واش انا كنظلم شي حد في الدار جاوبيني عبدي الله جاي من الخدمه ما تغوتش على الدري مالوش قال لك شري لي سبرديله وجوج قويشات شنو واش انا كنظلم شي واحد في الدار ها اي حاجه بغيتها كنجيبها لك ها ومالو قال لك دابا شري لي برك تغوت عليه وتغوت عليا واش عباد الله هاد البراوش هذا
اللي نجي كدوي عليه دابا داك التليفون اللي قلت لك نهار الاول ما نشروش ليه، لا دير الدري خاطر التليفون ما نشروش ليه، لا لا غير خرج عليه، لا نديرو ليه خاطر شري ليه التليفون باش يقرا فيه باش يلعب فيه باش يدير فيه ولا كيلعب فيه. ما عرفت انا وليت كندخل بحال داخل لك معايش ارهابي في الدار، اقتلوه اقتلوه ولا قتلوه قتلوه بالدم. واش عباد الله الدري بغيناه يقرا، ولي دابا ملي بدا كيقول لي شري ليا السبرديله شري ليا هذه، قلت له راه ديك السيمانه شريتها لك وبدا عليا وانت علاش والدني وانت علاش من على هاد لا فاصون ومال شنو فيها علاش غادي لك شري ليا السبرديله، قلت لي واخا غنشريها لك شنو فيها ماك شحال هذاك انت كتشري لي نفس الهضره تماما تيقول لي نفس الهضره انت اللي خارجي عليه، راه انت اللي شوفي هذيك العقليه باش غادي نقول لك راه غتخرج عليه وتخرج عليه انا معاك راه حشومه هذا الشيء. واش انا ولدي والدو خاسر اللي دم جوفي وتتخد تربي بالتربيه هذه عبد الله بنتي ما عاجبنيش اخويا ما تقاش دوي معنا بحال الطريقه. كيفاش ما عاجبكش دابا اللي قال كلمه الحق ما عاجبكش؟ لا انت ما كتقولش كلمه الحق، انت راه مصلحت تتغوت على الدر وبارك عليه البروش البروش عمرك قلتي لولدك برهوش. شوفي حالة غضب هو قال واحد الكلمه اللي ما خصهاش الولد الدري صغير يقول لبوه، واش يقول ليش والدنا هذه هضره تقال؟ واش هذه هضره كيقراو لي في المدرسه؟ ها؟ ايوا علمو علمو علمو، راه انت اللي انت لقينا فيك الخير تتعلمي. انا ما حيلتي لك ما حيلتي لي ما حيلتيش قضيه الدار ما حيلتي الروينه مالا خويا انا على هذا الشيء كامل. مشكله وزيدها بالغوات. شوف انا كنجي معصب من الخدمه هزو ببالي، واش عباد الله انا كنجي كنلقى الولد ما مسوقش انت حشومه هذا الشيء. هو صافي دابا موقع باس ديما موقع باس ديما موقع باس. ايوا شنو تشوف ان انا كنهضر معاك راسي كيتنفخ عليا راسي كيشعل ما عرفتش علاش. نوض نوض بدل حوايجك ونوض تغدى نوض نوض على الشيطان. انا ناعس على الشيطان راه بنادم نخسين على الشيطان، انا راه ناعس على الشيطان ونخزيه. عبد الله واش فراسك العجينه؟ ما فراسي العجينه لا والو. مالك اخويا تبدلتي معانا؟ ما تبدلتش. لا تبدلتي لا مرتي ما تقولش تبدلت. راه كيعرف الخدمه كيفاش دايره وعارف المعاند اللي كنعاني في الخدمه. هو هاد الايامات ما نكذبش عليك باش نجيك من الاخر كنحس براسي ماشي هو هذوك راسي ثقيل عليا وكنحس براسي ما حاملت ماشي ما حامل حاس حس براسي ما مرتاحش. ما نكذبش عليك المهم سمحي لي على الاجعاز انا غادي نمشي للخدمه ولا نشوف شي ما نكذبش عليك انا حسيت براسي ماشي هو هذاك. لا 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 عبد الله ما عاجبنيش خاصني ندير ليه شي حاجه خاصني نفوسخ ولا خاصني ندير ليه شي حاجه خاصو فين ما يجي نبقى نفوسخ فيه باينه مديوره ليه شي حاجه. عبد الله ما كانش كيدوي معانا بحال هكا ها ويلي ولا يقول لولدو برهوش. لا ما كانش بحال هكا خاصني نفوسخ خاصني نبقى ندير ليه تفوسيختي نشوف واش غيوقع ان شاء الله يا ربي يكون كلشي بخير. ما يمكنش اويلي ما كان كاع كيدوي معانا بحال هكا توليدو بحال هكا ولا يغوت على الدري وكان كدري زعما كان كيشري ليه كلشي كاع اللي بغا يشريها ليه ومالو. ميمكنش واقيلا يا ويلي عاد بلا مشط الراجل يمكنكم داروا ليه شي حاجه. ايوا نوض خاصني نفوس خونا ندير ليه شي حاجه يا ربي الحبيب نوض نحط ليه بعدا تغدى دابا يبدا يغوت عاوتاني. خلي الراجل مسحور اويلي باش نقاد لي تفاصيل خيل ولا بالك صافي حيد عليا هادشي. الله يا ربي الحبيب الحمد لله بعدا فوسخت الدار ايوا دابا مزيان مع الله يا ربي فوتو على راسو شويه تكون ساحره لي شي وحده ولا شي حاجه. اويلي السيد كاع ما كان كيهضر مع ولدو حتى ولا يهضر معايا بحال هكا ميمكنش. يا ربي حبيبي يا ربي تفاجئ من عندك يا ربي انا درت اللي عليا وانت لك ما لا عندك يا ربي سيدي يا ربي تفاجئها وتفرجها. الحمد لله بعدا بخرت الدار ويلي الراجل ما بقى يديها فيا ما بقى يديها في الدري ما الدري قال لي شري لي جوج شرواطات تبارك كاين بحالي وغوت عليه هادشي. لا ما كدوي بوحدك شد الريحه عاوتاني خنقتيني شنو هادشي شنو مالا الريحه راه تفوسخنا فوسخنا الدار فوسخت لك حويجاتك فوسيخه حق لك نقول ما عادش مالي ليامات دا راسك يضرني ومرخيك ودا قولي تكدير لي السحور. اش من سحور يا عبد الله انا عاد الشيطان راه تفوسيخه هادي فوسختك. السحور هذا هذا السحور هذا نجي الدار وما مزياناش اكيد انا درت على راسي كنشقفك
علاش كتشيق على كامل واش كدير لي السحور ياك حتي لا تعاملي مشاكين تقول فيا انا هاد الهضره واش انا حوايج ولا كنشم في ريحه الفاسوخ ريحه مالنا على هادشي مالنا وانت قلت جيتي قلت لي راسي ولا كيضرني نمشي نفوسخناك اش بغيتيني ندير لك شوفي لالا هادشي ديالك ما عجبنيش تي غداره نتي ها ولا شي تسحري ليا انا اللي داير فيك الثقه ودير فيك ما عرفت شنو ودير لي السحور ها وليت كنجي للدار وليت مخلوع انا مابقاش قادر نعس ولا ناكل ولا ندير شي حاجه دابا ها ما الثقه فقدات الثقه تفقدات هو هادشي اللي بيناتنا كيبان ليا غادي ما يبقاش الا بقيتي كدير فهاد السحور هذا ها واش انا ندير فيك الثقه عباد الله وجيت غدريني دابا اش فين غادي نمشي دابا فين واش داري عباد الله وليت مخلوع فيها داري وليت مخلوع فيها ما بقيتش عارف فين نمشي ولا فين نجي ولا فين نرجع ها من على هادشي هادشي اللي علموك داركم التسحري والسحور وفين غتوصلي في هادشي فين فين غتوصلي غتاديني انا غتاديني راجلك غتادي راجلك غتادي ولدك اللي باقي صغير ها واش هادشي كيديروا بنات الناس دابا علاش حضرتي راسك وحضرتي عينيك عبدي الله هزتي فيه مازال زايده فيه من الصباح وانا ساكتالك هادي درت لك تفوسيخه قلتي لي راسي كيضرني درت لك شويه ديال التفوسيخه انتي سحاره انتي اكبر سحاره عرفتها على وجه الارض واش عباد الله تم الدنيا مخرف انا كنعرف اللي كيدير هادشي سحار انا ما كنعرفش هادشي هذا كنعرف السحور سالينا كتسحريني بغات تغدريني انا ها مع الشيطان الراجل مع الشيطان عبدي راك تبدلتي معايا ومع الدري شوف هاكا واش هادشي اللي بينا بيناتنا غادي نفاسروه كيفاش من الاخر حيد السحور نوصل معاك لمرات السحور صافي كيفاش عبدي راه غادي نفاسروه واش انا دايره لك شويه ديال الفاسوخ باش نفاجئ انك وانت كتقول لي السحور عبد الله ما كنتيش معايا في حلاقة شنو اللي بدلك عليا السحور بدنا لك السحور كيفاش بدلك عليا السحور انت اكبر سحارة عرفتها على وجه الارض هادشي ما كيديروش بنات الناس عبد الله مازال زايد فيها كنقول لك دايره لك شويه ديال الفاسوخ عبد الله شفتك كيفاش كتهضر مع الدري وكيفاش كتهضر معايا ومازال كتقول لي في حلاقة من الصباح انت كتغوت عليه وكملهم جمله بارك عليه البروش واش عمرك عيطت لولدك بروش فهمتش شنو اللي ما فهمتيش دابا هادشي علاش دايره عليا هذا الفاسوخ عبدي الله انت قلت لي راسي دارني وليت كتجي كتجي من الخدمه ما كتقول لي سلام لا كلام وكتجي وكتدخل حيد راسك ومغوبش وحالتك حاله اش بغيتيني ندير لك نخليك هكاك ونبقى انا ساكته انا ماشي امراه ما بغيتينيش نرجعك لوليدك ونرجعوا حالتنا كيف ما كانت خصني ندير راس شي حل خصني ندير راس شي حل هادشي مابقاش عاجبني بس يقلب على راسي مش عباد الله في داري ومغضوب ها ما كنت تغوتو ها ما كنت تغوتو امين صوتكم تسمع حتى للزنقه ديالهم كلهم شي جي طلوا في الشرج امين عمرك شينا بابا سحرت لباباك اه اشنو تد لك تفوسيخه تفوسيخه سمعتي الدري شنو كان عبدي الله واش انا باغا نقاد حياتنا وانت باغي تخسرها كيفاش قدرت تشك فيا انا وشاركنا الطعام وعدنا الولاده عبدي الله وتشك فيا انا ولكن دخلتي لي الشك واش انا ملي شكيت عليك قلت لك تضرني راسي من بعد لقيت راسي كديري التفوسيخه وكديري على مولاش واش ديري ها عبدو واخا ندخل لك الشك جه هضر معايا قول لي شنو هادشي ونتفاهموا بالحوار ماشي بالغوات انت كتسحر ليا وانت كدير ليا وانت كدير ليا واش انا عمرني نسحر علاش غنسحر ليك علاش سمحي لي انا كنت كنصحاب واش كتسحري ليا ولا تدير لي شي حاجه حيت هادشي كسر ولا عندنا دابا ولا كسر سمع لي يا ولدي الا غلط في حقك ترك ولدي وعزيز عليا وما ماكش عزيز عليا ولا هادشي كامل باش ندير حاجه عزيز عليا شكرا يا ولدي بزاف انا عارف راسي غلطت في حقك عارف راسي ان بزاف ديال الحوايج ما وفرتهمش ليكم ولكن كان كنوعدكم ان انا مبغيتش الدري الصغير كاع يساق هادشي ولا شي حاجه ولكن اسمح لي يا ولدي بزاف موقع والو دابا الله ينعس الشيطان ومره اخرى ما تعاودش اسمح لي بزاف امرتي انا ما كنتش من صحاب بحالك انا كنت صحابك كدير غير تفوسيخه واش انا ملي شكيت عليك في الاخر لقيت راسك كديري لي كديري المجامر كديري كدا
وراه في السيف ما غنشك اي واحد يشك دابا شنو ولا غير السحور ولا غير الرجال كاع الرجال عندي في الخدمه كنعاود لهم شنو كديري كيقولوا لي شنو السيده راه كتسحل لك كدير لك بالسيف من بالسيف من شك. لا عبدي لا ما تبقاش تدعي على هضره الناس، راه انا اللي غندوم لك ما غيدوموش لك صحابك في الخدمه، انا اللي غندوم لك وهاد الدري صحابك راه ما غاديش ملي تمرض غيجي يدقوا عليك يدخلوا لك القفه. انا عاد الشيطان عبدي لا ما تبقاش تسمع لهضره الناس. انا راه مرتك بزاف مرتي سمحي لي. ماما مقد تعاودوا قدام حتى تبقى تعقدوني. لا بابا عمر هادشي ما غادي يتعاود ان شاء الله، راه غير باباك شي فهم غلط كيسحب ليه انا كنزحد ليه وكيتبع الناس في الخدمه ديالهم. ان شاء الله وليدي كلشي غيكون بخير وعلى خير وغيشري لك داكشي اللي بغيتي. شنو خاصك قلتي؟ طابليه وخاصك جاكيطه وصبرديله ان شاء الله غيشري لك كلشي ولدي وما يبقاش هادشي يتعاود ان شاء الله، وانت ركز في قرايتك صافي باش نشري لولدي اللي جوج بزاف. ولكن بابا شوف ولكن بابا كدير لك التفوسيخه قبل ما تشيل صاحبي باش تفرجوا في الدريه في المدرسه راسي دو تخوا اكسيون. امين واش انا ولدي كندير لباباك السحور؟ اشنو؟ قلت لك بابا التفوسيخه غوت. ولكن بابا كدير لك التفوسيخه غوت اصاحبي انا نعاود. ولكن هو خاصو عاد يدخل. وما كذبوش اللي قالوا لا ثقه فيك يا ليام، ولا الناس فيك قلالو البنات كرهوا الغرام، ولينا عايشين معادلة مالية حلولا حساب، كلهم في الحب بدالة ما بقى عايش غير العذاب. وعلاش اللي تبغيه كيتبدل وينقص الكلام، واللي باعك شريه وخليه هو اللي يتلام، ولينا نشوفو ساكتين القلوب تيهاو زمان صعب. قبل بعدا اول حاجه ديروا جيم 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 فيديو باش يطلع بارطاجيو مع الناس، بانوا في لي لايك كومونتيرات، بانوا في كومونتيرات اللي عجبو فيلم يبان في كومونتير، واهم من هادشي كامل هو تابونوا عندي في القناه ديالي الثانيه ضروره تلقاو في صندوق الوصف الناس اللي كيحبوني هما بيان سور غيمشيو يتابوناو. شكرا لكم بزاف، وما تنساوش ما تنساوش ما تنساوش ما تنساوش دوزو عندي الانستغرام ديالي نشارك معكم حياتي ستوريات كذا، بنادم شي يقول لك شخبرهم كغبرش ديما في الانستغرام كي الزلطه كي الويل. المهم ما عليناش. المهم حبابي كنتمنى الفيلم يعجبكم، اللي عجبو الفيلم يبان في كومونتير ضروري ضروري، ويكتب من اين مدينه تفرج من الفيلم، من اين مدينه تفرج الفيلم، حيت ما كنهضر بالزربه كتمشي. المهم حيت كنحسب الدقائق بانو في كومونتير وتقول لي اين مدينه تفرج الفيلم. اوكي بيس ليكم وكنحب غيكم بزاف بزاف.